أذكركم بعشرات السنين من حكم بيت حميد الدين وماذا صنعوا لنا. أذكركم كم قبلنا أقدامهم وكم اعتقدنا بأن طريق الجنة على أيديهم وليس على أيديهم إلا طريق النار وطريق الخراب وطريق الدمار. واليوم وقد رفض شعبنا تلك الأسرة الملعونة وطردها إلى الأبد، ها نحن اليوم نرى أن الأجيال القادمة تأتي لتأخذ دورها على هذه الأرض لتعيش حياة